مين هيشوط؟ اتفضل. محمد زهران، قناة سي بي سي. يعني مدينة العلمين أصبحت بالفعل يعني الجوهرة التاج البحر الأبيض المتوسط، مش ده كلامنا احنا إن المدينة أصبحت أيقونة عالمية. بدينا نشوف الميديا العالمية والصحافة العالمية الناس بتتكلم عن مدينة العلمين وإزاي إن هي قدرت تعمل خليط ومزيج ما بين إن هي تكون مدينة سكنية وفي نفس التوقيت مدينة سياحية. كيف يمكن توظيف هذا الزخم الكبير لهذه المدينة من أجل التسويق بشكل أفضل سياحيا أو حتى استثماريا؟ شكرا جزيلا. سؤال مهم جدا وهو جوابه واحد فقط، التخطيط. لازم يكون عندنا مخطط لمدينة العلمين السنة الجاية هنعمل ايه. عمرو بيتكلم دلوقتي على السنة الجاية في خطة. انا عايز العلمين تبقى ايه؟ عايز العلمين تبقى مقصد شتوي ولا مقصد صيفي ولا مدينة يتعاش فيها طول الوقت؟ هل انا لازم ادي امتيازات معينة؟ هل انا لازم اعمل تنشيط معين؟ هل 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 هل, هل. بتصور هيجي وقت بس بعد ما تكتمل الانشاءات شويه ويكون في عندنا منتج قابل للتسويق بشكل كبير. يعني احنا النهارده بنتكلم على مضاعفه الطاقه الفندقيه، انا بتكلم من ناحيه السياحه واللي هو الايجار المؤقت والشقق الفندقيه والحاجات اللي زي كده، علشان نقدر يكون عندنا منتج يجي له بقى تشارترز من بره ويجي له نقدر نسوقه باعداد كبيره. انما النهارده الاعداد لازالت امكانياتنا محدوده. في مطارات حوالين العلمين، يعني النهارده بقول لك انزل جنوب العديد من الدول المجاوره هتلاقي نفسك بتركب العربيه من مطار من المطارات بتسوق ساعتين ونص وثلاثه واكتر عشان توصل للريزورت بتاعك. احنا عندنا هنا في جزء بس ده عندنا مطار مرسى مطروح، عندنا مطار العلمين، عندنا برج العرب مع التوسعات بتاعته، وعندنا كمان اللي هيحصل في راس الحكمة بعد كده هيكون في مطار تاني. فاحنا الحقيقة التوزيع بتاع المطارات وطرق الوصول الى المقاصد السياحية بتاعتنا سهلة مش صعبة. عايزينه بس ان احنا يكون عندنا منتج قابل للتسويق نقدر نسوقه لأعداد كبيرة من السائحين. الخطة دي أنا متأكد زي ما أنا شايفك هيجي لها وقتها بعد اكتمال جزء من الإنشاءات، وساعتها هنقدر نقول العالمين هيبقى وضعها إيه على مدار السنة كلها بالكامل.